خلال الدقائق القادمة من الفيديو سنعرض 5 حقائق عن نادي ضمك لا يعرفها الكثيرون. الحقيقة الأولى هي أن نادي ضمك يتفوق في الرياضات الأخرى غير كرة القدم بمقدار أكبر من تفوقه في مجال كرة القدم، حيث حصل النادي على المركز الأول في منافسات ألعاب القوى على مستوى المملكة لسنوات متعددة. هناك 15 لعبة مسجلة بنادي ضمك، يتفوق لاعبو النادي في جلها خاصة رياضة الملاكمة. الحقيقة الثانية هي أن نادي ضمك يعد نموذجا ناجحا للنهضة الاجتماعية، فمن معقله في خميس مشيط استطاع النادي الخروج للعالمية بمستويات مبهرة في مختلف الرياضات، بجانب صراعه مع الكبار في الدوري السعودي للمحترفين في مجال كرة القدم. الحقيقة الثالثة أن النادي الملقب بفارس الجنوب حاز على اسمه من جبل ضمك صاحب الدلالات المجتمعية والتاريخية في منطقة الجنوب الغربي للمملكة، حيث أسس النادي في 1966 للميلاد. الحقيقة الرابعة أن نادي ضمك يمتلك منشآت رياضية، منها ملعب كرة القدم وملعب كرة السلة وملعب الكرة الطائرة. الحقيقة الخامسة أن النادي حائز على عدد من الجوائز الرياضية، مثل جائزة النادي المثالي ل3 مواسم، وينافس بندية وروح عالية على مستوى الدوري السعودي للمحترفين. لا تنسى الاشتراك بالقناة لمتابعة كل جديد.